السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في حلقه جديده. اتمنى الحلقه اللي فاتت اتناولت فيها الصفات، الصفات مع نوميناتيف مع الاكوزاتيف، ان شاء الله الصفات مع الداتيف والجينيتيف هنتناولهم في العدس فاي. دلوقتي انا يهمني النهارده انك تاخد درس جديد، درس اسمه تصاعد الصفات. يعني ايه تصاعد الصفات؟ ما تشغلش نفسك بالمسميات زي ما علمتك. اهم حاجه في اللغه انك تعرف تستخدم اللغه كويس وتستخدمها زي الامان بالظبط. يعني ايه تصاعد الصفات او يعني ايه مقارنه او مفضله الصفات؟ انا في اللغه العربيه عايز مثلا اقول ايه، بص كده على مثلا الدوله، بقول ايه السياره سريعه، القطر اسرع من السياره، او القطار اسرع. طب اقول ايه اسرعهم؟ اما كنت بقارن بين شيئين، بقول ايه اسرع، اكبر، اصغر، اصغر من، اللي هي افضل من، ماشي، على فعل افعل، على وزن افعل في اللغه العربيه. والاكبر، الاسرع، الافضل، بنسميه كده في اللغه العربيه. طيب ازاي ده بقى بنستخدمه في اللغه الالمانيه؟ في حاجه اسمها عندك كومباراتيف. كومباراتيف يعني ايه؟ يعني مقارنه. يعني انت دلوقتي بتقارن حاجتين مع بعض، فبتستخدم فيهم حاجه اسمها ايه في الالماني؟ كومباراتيف. لما بتقول حاجه احسن حاجه بقى بتستخدم فيها ايه؟ سوبرلاتيف. الصفة وهي كده زي ما هي واقفة كده اسمها في الألماني بوزيتيف. طب خلينا ناخد المثل الأولاني كده. أنا بقول إيه؟ داس أوتو إست شنال. يعني السيارة سريعة. السيارة إيه؟ سريعة. طيب أنا عايز أقول القطار أسرع. دير زوج إست شنالا. أنا بقى عملت إيه؟ حطيت إيه إر. اما باجي اجيب الكومباراتيف في اللغه الالمانيه بحط ار عشان اقول ان الحاجه او الشيء او الشخص اسرع، احسن، اصغر، اكبر، احر من او ابرد من، اضعف من او اقوى من، الى اخره. بحط ايه تاني؟ اما اكون بقارن بين شيئين هتبقى الصفه عندي اسمها كومباراتيف، مقارنه بين حاجتين، وبحط ار بقول ايه؟ Der Zug ist schneller. طب انا عايز اقول القطار اسرع من. في اللغه العربيه دي اللي هي as في الانجليزي، لا than في الانجليزي، بقولها ايه؟ als. يعني اقول der Zug ist schneller als das Auto لو انت عايز تكملها يعني. بس مش معقول هتكتب جملتين دول وهتروح كاتب برضو ده، انت لسه ذاكر العربيه فوق. فانت لو الجمله دي مثلا مش موجوده ممكن تقول ايه؟ القطار اسرع من السياره. Der Zug ist schneller als das Auto. يبقى تاني ببني زي كومباراتيف، بحط ار على الصفه. لو انا عايز اقول اسرع من بحط als. من اللي هي في اللغه العربيه بتساوي ايه؟ als في اللغه الالمانيه. als das auto. طب في حاجه تانيه اسمها ايه؟ سوبراتيف. يعني انا ايه؟ عندي ثلاث اولاد. عندي ثلاث اشياء، واحد صغير، واحد اكبر شويه، او واحد اصغر سنه، او واحد اصغر خالص. فالاصغر خالص ده بستخدمه ايه؟ اللي هو الاصغر، الاكبر. اللي انت بتسميه في اللغه العربيه كده، بتقول في اللغه العربيه كده. ده بتعمله بنسميه ايه في الالماني؟ سوبرلاتيف. امتى بستخدمه؟ اما اكون بقارن بين اكثر من شيء او اكثر من شخص. اما اقول لك ايه؟ داس فلوجزويج اللي هي الطائره، داس فلوجزويج است ام شنالستن. طيب بعملها ازاي دي يا استاذ شحاته؟ بحط ام، وبضيف على الصفه اس تي اي ان. بحط ام قبلها، قبل الصفه، وبحط ايه؟ اس تي اي ان. بقول هنا ايه؟ داس فلوجزويج است ام شنالستن. طيب ناخد مثال تاني. اما اقول لك اوتا، دول كلهم اوتا وبترا وليزا. ليزا رجعت تاني، خلي بالك. ها اوتا، ها مش اوتا ولا طماطم، بترا، ماشي، وليزا. وبترا دي على فكره اسم واحده ست في المانيا، ماشي. وبترا دي برضه بتطلق على مدينه البتراء في الاردن، ماشي. اما اقول لك اوتا اس كلاين، يعني اوتا ايه؟ صغيره. كلاين دي مقصود بيها ايه؟ قصير القامه، قصير القامه. جروس طويل القامه. بيترا است كلاينا، حطيت ايه؟ اير. انا ممكن بس انا عشان جايبهم كده انا ممكن كنت اقول ايه من غير الجمله دي؟ اقول بيترا است كلاينا الس اوتا، صح؟ طب ليزا بقى اصغر واحده فيهم، ها؟ ليزا است ام كلاينستن. ليزا ايه؟ است ام كلاينستن. اها اوكي تمام، كمل في الامثله دي. شلانج، شلانج ليها معنيين في الالماني. شلانج يا اما طابور، واقف في طابور عيش مثلا،
او تعبان. الثعبان او الحيه اسمه ايه؟ دي شرانجا. دي شرانجا اس جفيرليش. جفيرليش دي يعني خطير، يعني خطر عليك، يعني خطر ممكن تعضك. ها دي شرانجا اس جفيرليش دينجرس يعني. داس كروكوديل التمساح اس جفيرليش جفيرليش. ممكن لو الجمله دي مش موجوده اقول لك التمساح اشد خطوره من الايه؟ من الثعبان. داس كروكوديل اس جفيرليش als die Schlange. Das Krokodil ist gefährlicher als die Schlange. طيب ممكن اقول بقى der Hai ist am gefährlichsten. Der Hai القرش ist am gefährlichsten. اخطر بقى حيوان او الاخطر فيهم هو ايه؟ القرش. فهمت؟ تاني الكومباراتيف بستخدمه امتى؟ أما أكون بقارن بين شيئين أو شخصين. السوبراتيف أما أكون بقارن بين أكثر من شيئين أو أكثر من شخصين. ببني كومباراتيف إزاي؟ بحط على الصفة إيه. لو أنا عايز أقول أفضل من، أحسن من، بحط ألس بعدها وبجيب الاسم. هنا في اسم وفي هنا اسم بقارن بينهم. أقول دير تسوك مثلا إست شنلر ألس داس أوتو. أقول بيترا إست كلاينر ألس أوتو. أو das Krokodil ist gefährlicher als die Schlange وهكذا. طيب في ايه صفات تانية عندي؟ billig أم أقول رخيص؟ billiger أم billigsten؟ رخيص أرخص من، أرخص شيء. hell hell مثلا واحد طلع مرة عندي بقول له hell يعني بيقول لي جحيم. لا hell يعني منور، أنتوا كلكم منورين والله. hell منور وheller يعني أكثر نورا من. ام هيلستن يعني لو انت واقف مثلا ايه في الشقه وعندك فيها ثلاث اربع غرف، فتقول الاوضه دي هيل منوره، والاوضه دي هيلر منوره اكتر، والصاله بقى ايه؟ ام هيلستن اكثر ايه نور فيها. طيب رايش يعني غني. ها الغني هو الله. رايش يعني ثري، واحد ثري. ورايشا اثرى ماشي. ام رايشستن ام رايشستن يعني لو احنا مثلا بنقول ايه بنتكلم مثلا عن الاثرياء في العالم، ممكن اقول ايه بيل جيتس است رايش. خلاص ممكن اقول الوليد بن طلال است رايشا الس بيل جيتس. ممكن اقول بقى ايه ايكيا شيف مثلا است ام رايشستن. لو انت بتقارن بين ثلاث اغنياء ماشي، فتقول واحد غني، واحد اغنى منه، وواحد هو الاغنى على الاطلاق. اوكي لانجزام. لانجزام يعني ايه؟ يعني بطيء. ولانجزاما لانجزاما يعني ابطا من. وام لانجزامستن يعني ابطا حاجه ماشي. لو انت عايز مثلا تقول ايه السلحفه ماشي، ام لانجزامستن لانجزامستن ماشي. ادي عندي انا هو الثلاث صفوف. انا قبل ما اديك جمل واديك استخدامات انا اصريت ان انا ايه اجيبهم كده قدامك، اخليهم لك برضو طول الفيديو، بحيث انك تشوف بقى ايه احنا قلنا بنتبني كده بنحط ايه. طب في بعض الحالات الشاذه الصفات اللي بيبقى فيها حرف فوكال يعني حرف متحرك، اغلبهم او كلهم بياخدوا ايه؟ بياخدوا املاوت. يعني زي مثلا الت. الت يعني كبير في العمر. الت يعني كبير او قديم. خلاص كبير او قديم. التا التا يعني اكبر من. ام ألتستن. سوري هنا في ام ألتستن. ام ألتستن ممكن اقول لي بيروت است الت، بغداد است التا، كايرو است ام ألتستن مثلا. ارم فقير عكس رايش. ارم فقير. ارما ام ارمستن. حطينا ايه عشان هنا في حرف متحرك حطيناه له في التصعيد ايه؟ املاوت. جروس كبير يا كبير انت اهو كبير. größer am größten ماشي. jung صغير. jünger am jüngsten صغير. بقول واحد صغير واحد اصغر منه وهذا اصغر واحد. kalt ها kälter am kältesten ماشي. ممكن اقول deutschland ist kalt. deutschland بلد ايه؟ بارد. كندا ist kälter يعني ابرد. ممكن اقول بقى ايه الاسكا او مثلا سيبيريان، منطقة سيبيريا في روسيا است ام كالتستن ماشي. فارم ممكن اقول مثلا ايه كويت است فارم. لا ممكن اقول كايرو است فارم حر. خرطوم است فيرما.
خرطوم حر وكان او الكويت است ام فيرمستن حر شيء. جباخ جباخ يعني ضعيف، فاكرين جباخ فيرب جباخ يعني ضعيف. جبيشه ما حطينا الاوملاوت ما خلناش دي خالص، خلينا تعيش. جبيشه اضعف، ام جبيشستن جبيشستن اضعف شيء. شتارك قوي، شتيركا ام شتيركستن. كلوغ يعني ذكي، كلوغا اذكى من ام كلوغستن. دوم دوم يعني غبي ستيوبيد. دوما ام دومستن. كورتس كورتس يعني ايه قصير شورت. كورتسا ام كورتسستن. لانك طويل، لينجا اطول من ام لينجستن. ماشي، لو انا مثلا عايز اقول دي الب اسلانج نهر الالب لانج. ماشي، ميسيسيبي نهر في امريكا اسمه لينجا. دير نيل است ام لينجستن نهر النيل هو اطول شيء. ماشي، لو انا عايز اقارن يعني. طيب في بقى ايه صفات بتشز عن القاعده دي، يعني بتخليها ايه بتتغير تماما. يعني مثلا جود بس ام بيستن. جود بس ام بيستن. جود يعني جيد، وبيستن يعني احسن من في اللغه العربيه، والاحسن على الاطلاق ام بيستن. هوخ عالي. ماشي، هو اعلى ام هوكستن. ممكن اقول لك مثلا برج القاهره كايرو تورم او كايرو تاور است هوخ. ماشي، ما اقول لك ايه ايفل تورم في فرنسا في باريس است هوها اعلى. ماشي، ابا برج خليفه است ام هوكستن. خليفه تاور او خليفه تورم است ام هوكستن. جير وليبا وام ليبستن دي اما بتيجي تفضل حاجه في الاكل او الشرب. ماشي، اقول لك ايه ايش ترينك جير تي بشرب تي. ايش ترينك ليبا بفضل عنها كافي. واحد يجي يقول لك ايه ايش ترينك ام ليبستن بير مثلا. يبقى هو كده فضل بين ثلاث حاجات. ماشي، فيل يعني كتير او زيع. ماشي، فيل بتيجي بعد كده ميا وتيجي ام مايستن. ها نا يعني قريب، نيا ام نيكستن. نا نيا نيا. في ناس يقول نيهر، لا نيا نيا بتطول الها لا تنطق لكن بتطولها. نيا وتمط فيها ام نيكست. يعني مثلا تقول لي ايه البقاله قريبه ليا، البيت السوبر ماركت اقرب. ماشي، المكواجي ام نيكست. تمام. تويا بص بقى، خلي بالك ركز مع الثلاث صفات دول. تويا تويرر. اما انا جيت اضفت الاي ار، بص لو انا حطيت هنا اي ار بص هيبقى تويرر، مش هتعرف تنطقها. فالالمان قال لك احذف الاي دي عشان تعرف تنطق، يبقى هتبقى ايه تويرر. تويا تويرر تويا تويرر. طيب هنا انا عايز احط على الدونكل. الدونكل دي يعني ايه دارك يعني غامق او مظلم. يعني مثلا اقول لك ايه عكس هيل، فاكرين هيل اللي هي منور، عكسها دونكل هي بالانجلش دارك. اما اقول لك اما احط ايه هتبقى دونكلر، قال لك شيل دي بقت تبقى دونكلا دونكلا. زور زور دي يعني حامض، يعني مثلا ايه او لازع زي ما قلنا في مصر، الليمون مثلا او الخل ان طعمه لازع. فبقول لك حاجه بقى طعمها ألزع من حاجه، اقول ايه لو حطيت انا هنا ايه هتبقى زور، فقال لك شيل دي بقى زورر زورر. تويا تويرا، زوا زورا، دونكل دونكلا. ماشي، ودول هيبقوا مثلا ايه ام تويرستن ام دونكلستن ام زورستن. هنا طبعا بترجع ما بتحطش ما بتخليهاش زي كده، بترجعها تاني ام تويرستن. ماشي، طيب بعد شويه هجيب لك شويه امثله، اكتب لك امثله على السبوره ونتناول فيها الموضوع ده باستفاضه. روح اعمل لك سحلب او قهوه او حلبه وتعالى بعد شويه. طيب نكمل مع بعض، جبت لك شويه امثله. ما انا اقول لك ايه ان ايجيبتن استسفار، ان ايجيبتن استسفار يعني الجو حر في مصر. ان كويت استس فيما، لكن في الكويت الجو احر من مصر. ممكن اقول كويت است فيما als ايجيبتن، صح؟ ديز فونونج الشقه دي، ديز فونونج اس كروس كبيره. دي اندر يعني اذر او الاخرى، اندر يعني ايه اخرى. دي اندر فونونج است جروسا جروسا اكبر. ايش فيندت لا بيترا فيندت
بترا بتجد رأيها يعني بترا فندت دين فرولينج شون بترا شايفة ان الربيع شون جميل تجد الربيع جميل ich finde den Sommer schöner ich finde den Sommer schöner هي شايفة ان الصيف جميل انا الربيع جميل انا شايف ان الصيف اجمل ich finde den Sommer schöner ich fahre gern ans Meer انا بحب اسافر الى البحر ans Meer ich fahre gern ans Meer قلت لك gern لما بتيجي مع فعل معناته بتحب تعمل الفعل ده ich fahre gern ans Meer لكن لما بتحب تعمل حاجه اكتر من كده بتقول lieber يعني دي بتعملها احب لك او افضل لك من دي تقول ich fahre aber ولكن ich fahre aber lieber in die Berge لكن بحب اروح الجبال احسن بحب اروح الجبل ماشي اتجول في الجبال ich fahre aber lieber in die Berge طيب papier يعني ورق وميتال اللي هو الايه المعدن او الحديد papier ist leichter als metall يعني الورق اخف من ايه المعدن papier ist leichter als metall meine haare شعري sind dunkler als deine haare meine haare sind dunkler als deine haare يعني ايه شعري اغمق ها اغمق من ايه من شعرك ماشي واحده بقى ست متضايقه من جوزها ماشي فبتقول له دو فيرست زو شنل انت بتسوق سريع زياده عن اللزوم فار لانجزاما ها ما تسوق بقى ايه ببطء بقى ولا هوريك دو ايست زو فيل دو ايست زو فيل تسوق ما بتخش اعصاب على ده زياده عن اللزوم انت بتاكل زياده كتير زياده عن اللزوم ايس فينيجا ها ولازم تطلع كده كل حته ايس فينيجا ما تاكل اقل شويه يا اخي ها Du sprichst zu laut. انت بتتكلم صوته عالي ليه كده؟ Du sprichst zu laut. Laut عالي. Sprich leiser. Sprich leiser. بتتكلم بصوت منخفض يا اخي. هيقول لها ايه؟ Meine liebe Frau. مراتي العزيزة. زوجتي العزيزة. Du bist unfreundlich zu mir. انت غير لطيفة. Zu mir. Sei doch. اللي ما اخدش معانا الامبراتيف sei يعني كن. Sei doch يعني كوني بقى. ها؟ freundlicher freundlicher يعني كوني ايه اكثر لطفا طيب das kleid انت رحت المحل وبتجرب فستان انت das kleid ist mir zu eng الفستان ده ضيق عليا شويه ich brauche es eine nummer größer انا محتاج الفستان ده ايه نمره اكبر ich brauche es eine nummer größer طيب Julia ist jünger als Lisa Julia ist jünger als Lisa. يعني يوليا ايه اصغر من ليزا. هير كلاين فيردينت فيل جيلد. الالمان بقى هما بيحبوا يحسدوا بعض. السيد كلاين فيردينت يكسب فلوس كتير. هير كلاين فيردينت فيل جيلد. دير شيف فيردينت نوخ مير. دير شيف فيردينت نوخ مير. لكن المدير او الرئيس بيكسب اكتر منه بكتير. هو كان طالع الالمان. ماشي. شتايجر من الادجكتيف انا تناولت فيه وركزت فيه على الجانب ده الكومباراتيف وعلمتك ده بيتبني ازاي بس ده هيكون معاه لينا برضه صولات وجولات ثانيه وده كمان في استخدامه ك صفه اتمنى تكون فهمته هو ده اللي مطلوب منك بس في الايتس اتمنى تكون فهمته وانك تقدر تستخدمه اهم حاجه انك تقدر تستخدمه فين في الجمله لن يبقى الا ان اقول لك اعمل لايك لصفحتنا على فيسبوك واعمل سبسكرايب من هنا للقناة بتاعتنا على اليوتيوب أشكرك لو استفدت أتمنىك تدعي لي وتدعي الفريق العمل معايا هتلاقي ملزمة فيها تدريبات كتير على الكلام ده عشان تقدر تحل وتتدرب هتقدر هتلاقيها في روابط كبيرة أو كتير أوي دروب بوكس أو على الموقع أو 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 الحاجة الأخيرة اللي أنا عايز أنبه عليها ومهم جدا إنك لو أنت عايز ترجمة أو حد من قرايبي أو حد معرفك عايز ترجمة دله علينا إحنا عندنا مكاتب في الكويت وفي مصر وفي ألمانيا أشكرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته